بسرعة الرئة، بسرعة الرئة، ألحق غير أكسجين للخلايا. صباح الفل أحمر، صباح الوردة أبو الصفائح. هوبا بتعور ده ولا إيه؟ يلا بسرعة يا أبيض. يا رجال عاملين إيه؟ عندنا ضيوف مش لزاز ولا إيه؟ يلا بينا. الدم، الدم اللي بيعتبر من اهم السوائل بالنسبه للانسان على وجه الارض. الدم اللي بيتكون من كرات دم بيضاء وكرات دم حمراء وصفائح دمويه بيتكون من بلازما. فيديو النهارده اصلا هنتكلم عن البلازما وفوائد التبرع بالبلازما. بلازما الدم هي اصلا اهم حاجه في الدم، هي السائل اللي بيبقى ماشي فيه الكرات الدم البيضاء والحمراء. بلازما الدم بتكون حوالي 55% من حجم الدم كله، وليها دور مهم جدا ان الميه تتنقل هي والاملاح والمواد الغذائيه بقى زي السكريات، فيتامينات، معادن والهرمونات وغيرها. 1959 كان اول شخص استخدم بلازما الدم علشان يعالج مرض مرتبط بالمناعه، كان مايكل روبنشتاين. بعد كده استخراج البلازما الحديثه كان في 1963 في المعهد القومي للاورام في الولايات المتحده الامريكيه. برضه معرفناش بلازما الدم ازاي بيستخرجوها، ويعني ايه بيستخدمها لعلاج مرض. اشمعنى بلازما الدم بالذات، يعني اشمعنى بلازما الدم اللي بيستخدموها لعلاج شويه امراض كده. لما بنقابل اعلان زي اعلان اتبرع بالبلازما علشان نعالج مرض كورونا، في ناس كتير لغايه دلوقتي مش فاهمه ليه هتبرع بالبلازما، وهل ده موضوع صعب بالنسبه لي ان انا اتبرع، هل ده خطر على صحتي. هقول شويه معلومات عن بلازما الدم يمكن اقدر اوصل لكم فكره اهميه بلازما الدم. الدم بيتكون من شويه حاجات صلبه ماشيه، وسائل الحاجات الصلبه دي بتبقى ماشيه جواه، اللي هو عبارة عن بلازما الدم، ده السائل. ولازم اقدر افرق ما بين حاجة اسمها بلازما الدم وحاجة اسمها السيرم او مصل الدم. السيرم او مصل الدم هو بلازما الدم، بس هنشيل منه عوامل التخثر بتاعت الدم، يعني عوامل تجلط الدم. يعني في حاجات بتخلي الدم يتجلط، لما نشيلها من الدم هيبقى حاجة اسمها سيرم بس مش هيبقى اسمها بلازما. العناصر الصلبة اللي بتبقى في الدم زي ايه؟ قلناها في بداية الفيديو خالص، كرات دم بيضاء، كرات دم حمراء، صفائح الدموية. برضو ما قلتليش اهمية بلازما الدم. بلازما الدم دي عاملة زي العربيه اللي بيتحط عليها المواد المهمه اللي هتروح للخلايا. زي ما قلنا بلازما الدم هي السائل اللي بيحتوي على مواد. الميه بتبقى 92% من حجم بلازما الدم، يعني تقريبا الحاجه اللي بتكون بلازما الدم ميه. بيبقى فيها بروتينات، البروتينات دي برضو مهمه في نقل المواد جوه الدم ذات نفسه، نسبتهم حوالي 7% من بلازما الدم، حاجه زي الالبيومين، جلوبيولين والفيبرينوجين. الثلاثه دول وبروتينات ثانيه بيبقوا تقريبا 1%، انما اهم ثلاثه قلنا البيومين، جلوبيولين، فيبرينوجين. بتحتوي برضو على ايونات غير عضويه زي الكالسيوم، كلور، مغنيسيوم، بوتاسيوم. الحاجات دي كلها بتحافظ على حاجه اسمها البي اتش اللي هو الرقم الهيدروجيني للجسم، حاجه بتبقى مهمه للعمليات الحيويه اللي بتحصل جوه الجسم. بتحتوي برضو على مواد عضويه زي الكربوهيدرات والدهون والبروتينات وحمض اللاكتيك والكوليسترول، والحاجات دي كلها بتبقى موجوده جوه البلازما. المواد العضويه دي بنستخدمها لانتاج الطاقه اللي بتبقى مهمه جدا لعمليه النمو وشغل الخلايا. فكره انك تعرف نسبه البروتينات في بلازما الدم اللي بيبقى وضعها الطبيعي من 7 لـ 7.5 جرام لكل ديسيلتر، لما بتقل عن كده ده بيدل على سوء حاله صحيه في الكبد. الخلاصه يعني من الاخر كده، البلازما دي شيء مهم جدا لحياة الإنسان، تحتوي على حاجات مهمة ورئيسية جدا لصحة الإنسان. في حاجة بقى اللي أنا المفروض أقولها لك، ليه بنتبرع بالبلازما؟ علشان نواجه فيروس كورونا. الأشخاص اللي أصيبوا بفيروس كورونا وقدروا إن جهاز المناعة بتاعهم يجتاز الموضوع ده وقدر إن هو يهاجم الفيروس، اتكون في البلازما بتاعتهم حاجة اسمها الأجسام المضادة، الأنتي بوديز. ومجرد ما جهاز المناعة بتاعهم قدر يتغلب على فيروس كورونا، اتكون عندهم حاجة اسمها الأنتي بوديز اللي بعد كده لو أصيب بالفيروس الأنتي بوديز دي تطلع على طول تهاجم الفيروس، من غير بقى ما يفضل يعيد الهجوم من الأول تاني. طب ده بالنسبة للشخص اللي جهاز المناعة بتاعه قدر يتغلب على الموضوع. طب بالنسبة للشخص اللي مقدرش جهاز المناعة بتاعه انه يتغلب على الموضوع، ساعتها هنعمل تبرع بالبلازما ليه. فلما يتبرع الشخص المتعافي من فيروس كورونا لشخص مريض اللي أصلاً البلازما بتاعته بقى فيها اجسام مضاده ضد الفيروس، الاجسام المضاده هتطلع من البلازما في الشخص المريض. طب ازاي التبرع بالبلازما بيتم؟ اعرض مقطع فيديو صغير يعرفكم ازاي التبرع بيتم وايه شروط التبرع.
اول ما بيجوا بنستقبلهم في استماره الاستبيان بتاعتنا بتاعت المتبرع، بنقوم بملئها علشان نتاكد ان المتبرع بيبقى صالح معاه، صالح ان هو يتبرع. تمام. بعد كده بندخل على القاعة بتاعة التبرع، في شوية حاجات كده بنعملها، يعني مثلا بنقيس الضغط، بنشوف بنعمل له اختبار هيموجلوبين عشان نتأكد ان هو ما عندوش انيميا، واول ما بنطمن عليه بنقعد نبتدي جلسة التبرع. بعد كده جلسة التبرع دي بنقعد فيها على الكرسي، بموجود جنبنا الجهاز بتاع فصل البلازما، ده جهاز خاص بفصل البلازما من الدم، يعني دلوقتي بيبقى موجود بيتشك كده المتبرع. تمام. بيقوم بقى في جهاز بيقوم بفصل الدم، خلاص بيمشي بطريقه معينه بحيث ان يتفصل البلازما والدم يرجع تاني للمتبرع. تمام. السايكل دي او الموضوع ده بياخد حوالي من ساعه الى ساعه ونص، يعني نادرا يعني لما بنكمل ساعه بس كده. اللهم رب بخر احزاننا راسه ومانا بلور، اللهم حطينا بالصحه والعافيه. كان معاكم يوسف وليد، ما تنساش لو انت على صفحه الفيسبوك تعمل لايك سبسكرايب للفيسبوك بيج، ولو انت مش مشترك على قناة اليوتيوب ياريت تشترك. كان معكم يوسف وليد ودي قناة فارماسي ستاور، مع تمنياتنا بالشفاء لكل محاربي الأمراض في كل دول العالم. سلام.